كتب التفسير كثيرة، والأخ يقول ما أفضلها مما يعين على التدبر وعلى تفاهم القرآن؟ أولا ننصح طالب العلم أن يقرأ في التفاسير التي تتحدث عن المفردات كبداية، وهذا من المهم لمن يبتغي فهم التفسير وضبط علوم التفسير، لأن المعاني الإجمالية مهمة ولكن لا تعطيك ضبطا لألفاظ القرآن وفهما للمراد من كل وجه. وطالب العلم بحاجة لفهم المفردات حين يقرأ قول الله جل وعلا تبت يدا، يا سطر ما معنى تبت؟ ما معنى تبت؟ ما معنى تبت؟ خابت وخاسرت. لماذا؟ لأنه حافظ المفرد. يأتي شخص ما حافظ المفردات كيف يفهم هذا؟ تقول تعالى قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، لا ما هو الصبح؟ قل رب الفلق قيل الصبح. إذن لماذا؟ لأنه حافظ هذه المفردات. وهكذا حين تقرأ القرآن بحاجة إلى فهم المفردات، ثم بعد ذلك مرحلة تكون بفهم المعاني الإجمالية. الكتب المؤلفة في المفردات كثيرة، وبعض الكتب المطولات تتحدث عن المفردات ولا يتجاوزون معنى بدون حديث عن المفردات. في من ذلك ما هو مطول ومن ذلك ما هو مختصر. تفسير السعدي مثلا تفسير جيد ومفيد، ولكن يقل فيه ذكر المفردات ويغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، يغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، وهو وإن كان جيدا للمبتدئين فهو مفيد لهم أيضا. حين تنظر لتفسير ابن كثير هو أنفع التفسير على الإطلاق، تفسير ابن كثير هو أنفع التفسير على الإطلاق، ولكن قد المبتدئ لا تكون فائدته من قراءة كبيرة، لأن ابن كثير رحمه الله يذكر المفردات، يذكر المعنى الإجمالي، ويذكر الأحاديث، ويذكر الآثار، ويذكر القصص والحكايات، فلا يهتدي المبتدئ لمثل هذه المعاني، قد لا يستفيد كثيرا. ويستفيد كثيرا حين يقرأ مختصرة لنسيب الرفاعي، هذا المختصر جيد ومفيد. والمهم أن الطالب يقرأ كبداية في التفاسير التي تتحدث عن المعنى كزبدة التفسير، هذا جيد لأن تحدث عن المفردات وهذا مهم. الكتب في المفردات حقيقة كثيرة، كالتفسير الميسر في حديث عن المفردات جيد. ثم ينتقل بعد ذلك الكتب المتوسطة، في بعض المطولات مفيدة ومهمة لا يستغني عنها طالب العلم، لكن المشكلة فيها أن المؤلفين عندهم المذهب الأشعري، فمن لا فاهم في العقيدة يستفيد منها كثيرا، لأن يركزون على المفردات على طريقة العوائد، لكن حين تأتي المسائل الأسماء والصفات ينحرفون فيها. وهي كتب جيدة مفيدة، كما مثلا زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي، هذا جيد لطالب العلم وفي فوائد كثيرة، لأن يذكر المعاني المفردة ويذكر من قال بها، يشير إلى القراءة المهمة، ويذكر بعض الأحيان أقوالا لا تجده في التفسير الأخرى. ولكن يحذر الإنسان من لوثته الأشعرية. كذلك تفسير القرطبي تفسير جيد ومهم وفي فوائد كثيرة ومسائل متعددة، وهذا التفسير يعتبر من أفضل التفاسير، ولكنه لا يصلح للمبتدي، لأن المؤلف نحى في التفسير منحلة شاعرة، فهو مؤول للأسماء والصفات. تفسير الشوكاني فتح القدير تفسير جيد أيضا ومفيد، وأشبه وأقرب ما يكون هذا التفسير بأنه مختصر للقرطبي وزاد عليه قليلا، فهو جيد ومفيد وعليه أيضا بعض المآخذ، فإنه يؤول أيضا بعض صفات الله جل وعلا. وأما أنفع التفسير على الإطلاق فكما تقدم ابن كثير وابن جرير، هذه كتب جيدة ونافعة، ومشارب هؤلاء لأن مشارب الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين.